نفذت قوة من الجيش اللبناني 3 عمليات دهم واسعة النطاق في المدينة الرياضية وطريق الجديدة، وقد ربط القوة طوقا أمنيا حول المنطقة، فيما لا تزال المعلومات متضاربة بشأن الهدف. إلى ذلك، أقفلت قوى الأمن الداخلي شارع عفيف الطيبي في الطريق الجديد لفترة وجيزة بعد الاشتباه بزجاجة تحوي مادة الخردل، وعلى الفور حضر الخبير العسكري وكشف على الزجاجة فتبين أنها غير معدة للتفجير. تابعت الجرافات الإسرائيلية أشغال شق طريق ترابي قرب نهر الوزاني بمؤازرة عدد من دبابات الميركافا التي انتشرت في المنطقة لتأمين الحماية، هذا وقامت ورشة إسرائيلية لبناء سواتر ترابية في نقطتين.